يقول أديت العمرة قبل 4 أيام وقد مشطت شعري بين الطواف والسعي ناسية، وبعد الانتهاء من العمرة تحللت من الإحرام ونسيت التقصير ولم أذكر إلا بعد 3 أيام فقصرت، فما الحكم في ذلك؟ يجوز للمحرم أنه يمشط رأسه ويغتسل، يغسل رأسه، يجوز هذا، لكن بالرفق، ما يمشط رأسه بقوة خشية أن يتساقط شيء من الشعر، بل يمشط رأسه برفق. يجوز للمحرم أنه يمشط رأسه، ويجوز يغتسل ويغسل رأسه ومحرم، لا بأس. وأما ما فعلت من أنك نسيت التقصير إلى 3 أيام ثم لما فطنت قصرت، حصل المقصود والحمد لله.